ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام Dear respected brothers and sisters in Islam. ابتداءً أسأل الإخوة لامتلاء المسجد أن يتقدموا إلى الأمام. I'm starting with asking you to move forward because the masjid almost is full. So please cooperate to get space for those who will come late.
بارك الله فيكم. كنا بحول الله ورحمته نتكلم في الأسبوع الماضي عن الوفاء. We were talking last week about وفاء. وفاء is to fulfill your promise, is to fulfill your covenant to Almighty Allah. If you promised him something, I'm not saying never. If you just promise to do something as a covenant to Allah or as a pledge, you have to fulfill it. And really, from the bottom of my heart, I appreciate those and I thank those who rush to fulfill what they delay. May Allah bless them and help the others to do like them. وأنا من قلبي أشكر هؤلاء الذين يعني تفاعلوا مع دعوتي لسداد ما وعد الله به وقد أوفى كثير منهم أو بعضهم وأسأل الله أن يعين الآخرين. وسنتكلم اليوم عن نوع آخر من الوفاء. هذا النوع من الوفاء هو الذي يحدد إن كنت في مقام العرفان بالجميل بالجميل أو نكران الجميل. ولا أتكلم عن جميل الناس أو يد الناس البيضاء عليك، وإنما أتكلم عن يد الله عليك. فهذا مقام الذي أراد أن يظهر رضاه عن ربه وعما فعله له. I'm talking today about another kind of وفاء. وفاء, that kind of, I'm about to speak of that subject, which is between you and Allah. If you really a grateful person to the favors of Allah upon you, or ungrateful person. ولنتكلم عن هذا عندنا مشاهد في القرآن. مشاهد تبدأ بابتلائك بالشر أو بالضر، ثم ينعم الله عليك برفع الضر. ومشاهد تبدأ بالنعمة من غير بأس، ثم يحول الله النعمة ويبدلها بأسا. فماذا أنت فاعل؟ Today I picked up some ayat from the Quran to show you two kinds of the trials of Allah. And none of us but has to face the trial. ولا يوجد من البشر أحد ولا حتى خير البريات إلا وتعرض للفتن والبلايا. فماذا عن أنفسنا؟ لا بد أن نتعرض للبلايا والاختبارات. فقد يبدأ البلاء ثم يرفع ويبدله الله بالخير. وقد يبدأ الله معك بالخير ثم يرفع الخير ويبدله بالبلاء لينظر ما تصنعون. الله سبحانه وتعالى could start with a trial, with a harsh, with affliction, to see if he will remove the affliction, are you going to be grateful or you will be ungrateful? And another, some other views from the Quran to show you that if Allah starts with the affliction and then he removed the affliction, so and they replace that with blessings, are you going to continue to be an appreciated person or ungrateful one? ونبدأ بخير البريات. وإن لم يسعفنا الوقت نستكمل بين المغرب والعشاء إن شاء الله. And إن شاء الله we'll start with the best of example, with the best human being Allah ever created and the best messenger which Allah sent to the humanity, رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الإمام البخاري حديث عال في الصحة من طريق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، on the authority of أمنا عائشة، mother Aisha, wife of رسول الله، may Allah be pleased with her. Imam Bukhari collected that hadith that she found رسول الله صلى الله عليه وسلم standing all the nights praying till his feet swelled. صلى الله عليه وسلم. She said to him, O Messenger of Allah, why you do this? When Allah, or if Allah already forgave you your past sinful deed and the future ones. He responded to her صلى الله عليه وسلم and said, O Aisha, shouldn't I love to be a grateful servant? أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي عانى كثيرا على مدى 23 سنة، وبكى كثيرا، وأوذي كثيرا، وهاجر من بلدة صغاه إلى بلدة مهجره، وعانى ما عانى.